السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إذا أهلا بكم في فيديو جديد وتتم لسلسلة دروس التمارين في الرأسمال وسعر الفائدة. كنا تعرفنا في الفيديو السابق على القواعد ديال كيفية حساب الفائدة السنوية، رأس المال، ثم السعر. أعطيتكم واحد الطرق اليوم بساطين، غنمشيو للتمرين صافي، غنقراو وغنفهموا. اذا نتوما في الامتحان اللي كاتب عطيكم مساله خاصكم تقراوها بزاف د المرات باش نفهموها. يبين الجدول اسفل المبالغ الماليه التي وضع ثلاثه اصدقاء في الابناك لمده سنه. اذا هنايا هما كان عندهم راس المال، اذا هما حطوا راس المال صافي. اذا راس المال الى عقلتو كتوريتكم واحد الطريقه. اذا واخا بلاتي، إذا وضع في ثلاثة أصدقاء في أبناك مختلفة لمدة سنة. أحسب سعر الفائدة. إذا علاش كنقلب أنايا؟ كنقلب على سعر الفائدة. هاهي سعر الفائدة. إذا القاعدة ديال سعر الفائدة شنو هو؟ السعر. إذا السعر هو الفائدة ضرب 100 تقسيم رأس المال. عقلوا عليها. إذا أنا كتبها لكم. إذا عندكم السعر يساوي ماذا؟ الفائدة ضرب 100 تقسيم رأس المال. أنا رأس المال هو اللي وضعوه صافي. ها هو غتقول لي السد فين هو رأس المال؟ ها هو رأس المال. ها يبين الجدول أسفل المبالغ المالية التي وضعها. إذا ها هو الجدول، في الجدول صافي. خصنا كل معلومة نضبطوها مزيان. عقلوا لي على القاعدة دي اللي كتبتها أنا، أنتم كتبوها في الدفتر حداكم دلواسخ. وقف الفيديو كتبوه عاد تبعوا معايا. اذا السؤال شنو هو؟ احسب سعر الفائده الذي وضع به كل مبلغ، علما ان الفائده السنويه. اذا انا الفائده عندي هكاك بلاتي ناخذ ورقه باش انا نضبط معاكم. اذا انا كنقلب على السعر، ها هو شنو عندي انايا؟ شنو عطوني؟ عطوني الفائده. الفائده شحال هي؟ 420 هكاك. 420 غنضربها في 100، 100 ما يمكنش غنعوضها بشي حاجه اخرى، غتبقى هكا 100. اذا غتبقى لي انا تقسيم راس المال، فين هو راس المال؟ هو هذا 8400. اذا بهذه الطريقه غنخرج التمرين كامل صافي. اذا هنايا غتساوي لي 420 وجوج الاصفار تقسيم، عفوا تقسيم. إذا هذا الاختزال غنختزلو هذا وتبقى عندنا 420 تقسيم 84، 420 تقسيم 84. إذا عندنا 420 تقسيم 84. إذا 420 هايا نصيبوها هنايا 420، نتوما حاولوا ديروها في الوسخ، تقسيم 84. إذا 420 شحال فيها من 84؟ فيها 5، 5 في 24 بقات 2، 5 في 8 40 و 2 هي 42. إذا السعر هو شحال؟ السعر هو 5%، 5%. السعر هو 5% صافي. هذا السعر. نمشيو لهنايا، أنا شنو عندي؟ عندي رأس المال ياك، هو هذا اللي هو 7000. عفوا عندي الفائدة، الفائدة خصني ندير الفائدة هي الأولى. الفائدة هي 420 ضرب 100 تقسيم 7000. إذا غنختزلو بالأصفار، هاد الصفر يمشي مع هاد الصفر وهاد الصفر يمشي مع هاد الصفر. إذا تبقى عندنا 420 تقسيم 70، 420 تقسيم 70 ياك. إذا هاد الصفر يمشي مع هاد الصفر، هاد الصفر يمشي مع هاد الصفر. إذا فيها 6، 6 في 7 42. إذا سعر الفائدة هو 6%، 6%. غنمشيو تاني ديال عبد الرحمن صافي. غنمشيو ديال عبد الرحمن، كاينة الطريقة الأخرى نديرها معاكم في ديال عبد الرحمن صافي. قلنا حنايا ما عندنا 100 ولكن ما عارفينش السعر، هو ديال المعنى رأس المال. رأس المال عارفينه هو 8750 صافي. الفائدة حنا عارفين شحال غتعطينا،
صافي هي 420. اذا شنو غندير؟ غندير 420% تقسيم هاي تساوي 420 ضرب 100، هي اللي درناها هنايا قبيله صافي. تقسيم شحال؟ تقسيم راس المال هو 8720. الصفر غيمشي مع الصفر، هادو تختزلوا. اذا غتبقى عندنا شحال؟ غتبقى عندنا تقسيم 872. اذا هذه اللي خرجناها غتعطينا 4 تقريبا 81 تقريبا. اذا هذه فيها 4، 4 في 2، 4 في 2 8، 4 في 7 28 بقات 2، 4 في 32 34 صافي 10. المهم كتخرجوا تخرج لكم تقريبا 4.81 تقريبية صافي. اذا سعر الفائده هنايا هو 4.81. اذا هذا هو التمرين. التمرين نمشيو دابا بسرعه، غنمشيو للتمرين اخر. في مكتبة تم تخفيض في مكتبة في بعض الكتب بنسبة 15% للتلاميذ، ألاحظ الجدول أكمل. إذا أنا شنو غدير مباشرة؟ علاش كنقلب أنايا على نسبة التخفيض؟ شحال غادي نخفضو؟ شحال كل كتاب شحال نخفضو فيه؟ إذا غندير العلاقة الثلاثية 100 درهم غنقصو فيها 15 درهم. إذا أنا الكتاب شحال عندي فيه؟ عندي فيه 60. إذا شحال تكون التخفيض؟ غندير 60 في 15 تقسيم 100 صافي. إذا 60 في 15 تقسيم 100، 60 ضرب 15 تقسيم 100. إذا صفر غيمشي مع صفر، تبقى عندنا 6 في 5، 6 في 5 30، نعم 30، صفر بقات 3 و 90. إذا 90 على 10 تبقى لنا 9. إذا هنايا ناقص 9 درهم. شنو غندير؟ راه غندير ناقص. إذا 60 ناقص 9 تساوي 51 صافي. في مكتبة تم تخفيض بعض الكتب بنسبة 15% ألاحظ الجدول أكمل. إذا غنقصوا 9 ديال الدراهم. كتاب الفلسفة عندنا فيه 25، إذا كل 100 غنقصوا فيها، قلنا فيها 15 ياك، كل 100 نقص فيها. أنا عندي هنايا 25، إذا شنو غندير؟ غندير 25 في 15 تقسيم 100، مزيان. إذا عندنا 25 ضرب 15 تساوي 375 تقسيم 100. إذا هاد 100 غادي دير لنا جوج أرقام بعد الفاصلة، إذا هي 3.75. إذا شحال غادي نقصو؟ غنقصو ليه 3.75، مزيان. غندير عاود تاني علاقة ثلاثية أخرى، عندي كل 100 نقص فيها 15، أنا شحال عندي؟ عندي 35. إذا عندي 35، إذا شنو غندير؟ غندير 35 ضرب 15 تقسيم 100 صافي؟ مزيان. وصافي كنمشي نحسب أنا 35 ضرب 15 صافي؟ نعم كنحسبها. إذا 335 ضرب تساوي 525 تقسيم 100. إذا نرجع أصفار عدد يديروا الفاصلة هنا تساوي 5.25. إذا غنقصوا ليه شحال؟ 5.25 صافي. إذا هذه هي الطرق ديال كيفية التعامل مع الرأس مال وسعر الفائدة. إذا أعزائي التلاميذ دمتم في أمان الله، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.